يعني زينب، اليوم محطاتنا عديدة وفقراتنا متنوعة، ولكن محطتنا أيضا كمان مميزة. نحن نحكي عن الذكاء العاطفي عند الأطفال وأهميته وطرق اكتسابه. معلومات كتير رح نتعرف عليها من الاستشارية الاجتماعية رندا عليدي. بصباح الخير رندا. صباح النور. صباحك رندا، كيفك؟ صباحك تمام. كيفك مع هالبرد؟ هلا شكل غير شكل عن جد. اكيد نحن جماعة الصيف. خلينا ايه عن جد. خلينا نحكي عن اليوم، عم نحكي عن الذكاء العاطفي عند الاطفال. قد ايه مهم هذا المصطلح وخاصة تنميته عند الاطفال حتى يأثر ببناء شخصيتهم كمان لبعدين؟ هلا نحن دائما لما بنقول ذكاء فنحن دائما بنروح نتوجه انه الاي كيو، انه بنشوف نحن درجه ذكائه قد ايه، بيحصل قد ايه تعليمه. هي ابدا ما لها علاقه بهي الدرجه، هي تماما نوع من الانواع بدراسات صارت انه في نوع من الذكاء العاطفي اللي هو بيكون جزء من ذكاء ذاتي وذكاء اجتماعي. كيف يعني لما هن بيتشكلوا هالنوعين من الذكاء بيكون ما في حدا ما عنده درجة معينة من الذكاء، بس لما بيكون هدول الدرجتين على سوية عالية أو فوق المقبولة فهو بيقدر الشخص بشكل عام بغض النظر إذا طفل ولا مراهق ولا حتى راشد يقدر يبني علاقات اجتماعية جيدة، وبالمقابل يكون عنده تقدير لذاته بدرجة كافية مناسبة لإمكانياته. دائما لما بيكون في هذا التوازن موجود بين أنا وعي لذاتي وبين أنا وعي للآخر فبينشأ عندي هذا النوع من الذكاء اللي هو العاطفي. نحن بنقول اول ما بنقول عاطفي فانه واو، انه معناتها حي اكيد يطلع جميل، حنون، بيعرف حنون تماما. هي ما لها بهي الاتجاه، ولكن هي اتجاه العاطفي هو تكوين علاقة إيجابية مع الذات أولا وبعدين مع الطرف الآخر. دائما بتكون أول خطوة بالنسبة للأطفال لأنا أعلمهم هاي القصة هو يعرفوا تماما شو المشاعر، ويعرفوا تماما المشاعر اللي هي موجودة عندهم وكيف تطلع عندهم بطريقة تصرفاتهم. دائما الطفل من وقت ما بيكون بيبي بيكون اول ردود افعاله ليعبر عن اي مشاعر، سواء كان موجوع، مرضان، نعسان، جوعان، كل هاي التصرفات اللي بتطلع لتقلي هاي الحاجات اللي عنده هي البكي بس، فهو بس بيعطي انه هو حزين وعم بيبكي، فهو اعطاني شعور واحد ولكن تحته بينطوي ممكن حالة جوع، حالة عطش، نوم، مرضان مثل ما ذكرنا. هون ببلش انا لازم وجهه لحتى بالمراحل الثانية اقدر تماما يعطي المشاعر الشعور الصح اللي حاسس فيه بالسلوك الصح اللي عم بيظهروا لي لحتى اقدر افهمه تماما. تماما. خلينا نحكي انه قديش للام دور بتنميه الذكاء العاطفي، قد ايه بتاثر على الطفل، قد ايه ممكن يكون في ذكاء عاطفي ولكن هو غير مثل ما بيقولوا مكتشف او ما تماما. تماما. هلا هي الفكره الاساسيه للذكاءات المتعدده انه ما في شخص ما عنده نوع من انواع الذكاء، ولا الموجودين كلهم ولكن بدرجات متفاوته. دائما نحن بنرجع للتنشئه الاسريه اللي هي العنصر الاساسي فيها بتكون الام. نعم. لما الام هي اساسا بتجي مثلا من الاستشارات بتجي الام بتقول انه انا ابني اي ما حدا ممكن يتنمر عليه او ممكن يوصفه بصفات مثلا بشكله او بتصرفاته فهو رد فعله انه بيروح مثلا ممكن يضربه، فهو ممكن يعطي انفعال او يعطي رد فعل اكبر من حجم المطلوب او غير مناسب، ممكن ما يكون مناسب او يحطه بخانه انه هو الشخص بدل ما يكون معه حق بصير الحق عليه. صحيح. تماما. هي طريقة التفكير لما تكون راجعة من التنشئة الأسرية، كيف الأم قدرانة تعطي هذا الوعي الذاتي للطفل. كيف يعني وعي ذاتي؟ يعني يقدر تماما يقدر ذاته، يقدر تماما يعرف لما مثلا عمل إنجاز فهي تكافئه على قد الإنجاز، ما تكافئه أكثر زيادة. ولو معنوي بالكلام أو مادي، ولا انه تهمش هذا التصرف اللي هو عمله او الانجاز اللي ساواه.
بالعكس يكون مناسب تماما لحجم الانجاز. دائما في نقطه كثير مهمه انا بحط غير الام هي الاب اللي بيكون هو الشخص الاساسي لحتى يعمل اللبنه الاساسيه بالكيان النفسي للطفل، اللي هو كيف بيقدر بنته، كيف بيمدحها، كيف بيقول لها ثيابك حلوين، كيف بيقول لها شكلك حلو، كيف بيمدح جمالها تصرفاتها. مثلا ممكن تكون ممكن مثلا عندها تصرفات مثلا صبيانيه شوي، بحكي انه مثلا قاعده بين اخوات صبيان، فانه ما بيأنبها بطريقه او بينقدها او بتنمر بيستخدم مثلا الفاظ انه جارحه معها، بالعكس بيكون بطريقه ايجابيه سلبيه انه لو عملتي هيك كان افضل، انا بحبك اكثر انت وصوتك واطي مثلا. فهي المفردات طريقه تصرف الاب مع بنته بتعطي كثير درجه ايجابيه ومنيحه لتكون الطفله بثقه بالنفس، بوعي لذاتها، قادر يعطيها كشخص او كطفله بالمستقبل كصبيه تكون عندها ذكاء عاطفي مرتفع، ما تبحث عن شيء خارج الطبيعي او المطلوب. نفس الشيء بالنسبه للصبي كمان بياخذ هذا التقدير من ابوه لما بيشابهه، لما بينمزجه بيعلمه كيف ينمزج الطفل، ينمزج ابوه، كيف ينزلوا يجيبوا غراض سوا، كيف يحملوا مسؤوليات بسيطه. هاي الخطوات الاساسيه اللي بتعتمد على الاستقلاليه، اللي بتعتمد على تقدير الذات، اللي بتعتمد على تكوين كيان الطفل، تقبله لشكله، هي خطوة أساسية بتطلع من البيت من الأم والأب. ما في إنه هي بس مسؤولية الأم ولا هي بس مسؤولية الأب، هي شغلة متعاونة بيناتهم لحتى يزرعوا هذا الشيء بطفلهم ليكون على درجة مقبولة. تقدير الذات هي الخطوة الأساسية الأولى ليكون عنده هذا الوعي، ليكون بذكاء عاطفي مرتفع. نعم، يعني رندا خلينا نحكي كمان اليوم حكيتي نقطة كتير مهمة إنه الذكاء العاطفي وتنميته من الصغر ممكن يأثر على بناء شخصية الطفل بالمستقبل، وخاصة إحنا اللي عايشين بظروف صعبة، يعني كيف هي هيك فعلا الأم تنمي هذا الذكاء العاطفي؟ إنه قلنا بالكلمات التعاطفية التشاركية هي إحدى النماذج، وشو ممكن كيف فيها تفرق وخاصة إذا كان طفل عنده بالأصل مشكلة، يعني عنده صعوبات تعلم، تشتت انتباه، عنده توحد، عنده شيء معين، كيف تنمي ذكاء عنده؟ هلا نحن دائما بنقول في عندي سلوك ظاهر بيطلع بيكون في تحته مخبى كثير اشياء، فنحن دائما للاسف بنروح بندور على المشكله الظاهره وبنحلها وبننسى الشيء الاساسي. لهيك انا هون بتوجه للام انه بدل ما تبحثي مثلا عن تكوني ذكاء عاطفي لابنك لحتى يكون كطفل قادر يبني علاقه اجتماعيه، نحن اكثر شيء بنشوفها بالاطفال اللي عندهم اكثر اعاقات ظاهره. هلا مثلا صعوبات التعلم هي مثلا اعاقه خفيه ما حتبين او ما فيني حتى اقول اعاقه. في مشاكل ثانيه ما بتكون ظاهره للاشخاص الافراد الثانيين، ولكن في اعاقات هي بتكون ظاهره تماما، مشكله بالمشي، مشكله بالبصر. فهون دائما هدول الاطفال ما بيكون عندهم هذا الوعي الذاتي المناسب لذاتهم، دائما بيكون في عندهم او مشكله خجل او مشكله عدوان او هذا كله بيكون نحن بنروح بنعالج الخجل والعدوان ومننسى نعالج تقدير الذات. فانا منين بدي انا اعمل تقدير ذات مناسب لطفلي كأم؟ بدي روح اول شيء علمه يتقبل ذاته، علمه يتصالح مع ذاته. نحن دائما بينات بعض بنقول انه واو هاد شو متصالح مع حاله، انه هي هاد شو مكتفي بذاته. يعني هاي المصطلحات هي الأساسية بتكون من الطفولة، لما أنا بعلم كأم طفلي شو هو الاختلاف. للأسف كمان في نقطة مهمة إنه نحن بنروح نتوجه كل تركيزنا على الطفل اللي عنده المشكلة أو الإعاقة أو الخلل المعين، ننسى الطفل الثاني اللي هو لازم يتعايش مع هذا الطفل.
فانا بفضل لا لما بيكون في عندي دمج لطفل عنده مشكله روح اتوجه على الاطفال المحيط اللي ما عندهم مشاكل، انا بدي اجي بواجه هذا الطفل وعلي ذكائهم العاطفي لحتى هن يكونوا الدافع الاساسي ليدمجوا هذا الطفل بيناتهم، لانه بيضل هو واحد وهن المجموعه، بكون الشغل للمجموعه تماما. نعم، يعني رندا دائما معلوماتك غنيه ودائما لسه عندنا الاكثر والاكثر، بدنا نشكرك اليوم على هالمعلومات القيمه اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله يكون لنا حلقات ثانيه لمواضيع ايضا مفيده ونقدر نكفي فيها اكثر ونكمل هذا الموضوع، شكرا لك. ان شاء الله، ان شاء الله، شكرا لكم. شكرا لك يا رندا، وكل عام وانت بخير، بنتمنى لك هيك نهاية هالراس السنة يكون فعلا على خير، خلينا نقول لنا وقلكم إن شاء الله السنة الجاية تكون أحسن وفعلا تجينا مواضيع كمان جديدة. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا.